بيت البيعة في حي الكوت بالأحساء، أحد الشواهد الحاضرة في قلب التاريخ السعودي. هذا البيت الذي تعود ملكيته للشيخ عبد اللطيف الملا، والذي قصده الملك عبد العزيز يرحمه الله عام 1331 للهجرة. الملك عبد العزيز بعد دخوله الرياض ودخوله القصيم صمم على دخول الأحساء، فكتب إلى الشيخ عبد اللطيف كتاب وأرسله مع الأمير عبد الله بن جلوي، فجاء الأمير عبد الله بن جلوي وقبل جد الشيخ عبد اللطيف وشرح له أوضاع البلاد وما تؤول إليه وما تمر به، فأخذ الخطاب وذهب إلى الملك عبد العزيز في الرياض، وبعد دراسة وافية صمم الاستيلاء على الأحساء. شهدت الأحساء قبل دخول الملك عبد العزيز عدم استقرار وانعدام للأمن في ظل حكم الأتراك، وما ساد الأحساء من ظلام في كثير من جوانب الحياة. فنعمة الأحساء وميناؤها الأقير للأمن والاستقرار في هذه العهد الزاهر، ويجب صراحة وبدون مجامل الدعاء لملك عبد العزيز، لأن الآن الأبواب مفتوحة 24 ساعة لم تغلق ولله الحمد. من أهم المقتنيات المتواجدة في بيت البيعة ستعرض إن شاء الله السرير الذي تم المبيت فيه من قبل الملك المؤسس طيب الله ثراه في حضوره وجوده في الأحساء، بالإضافة إلى العديد من المقتنيات التي لها علاقة بهذا الحدث التاريخي. إن صمود بيت البيعة إلى وقتنا الحاضر حتى يحكي للأجيال القادمة الجهود الكبيرة التي بذلها الملك المؤسس في توحيد المملكة. حسين السلطان، الأحساء.